سلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ احوالكم؟ وليداتكم؟ والديكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير، وتكونوا شفتوا الفيديو الجزء الاول من حفله طلاقي. اخوتي اخواتاتي احبائي في الله، انا جيتكم بالجزء الثاني غنكمل لكم السهره ديالنا وردة الفعل ديال الوالده، وغنخليها هي تهضر معكم. راه في نفس النهار هذا ما نعاودش لكم، اختكم قطه نسطح تنسطح حتى سخفت، بردت كاع داكشي اللي كان فيا في الداخل، بردته. كنت باغا نسطح، كنت متمنيه نسطح. وغادي نجاوب البنات هذوك اللي اول حاجه اللي كيقولوا لي كيفاش جيتي. خديت الطياره، درت داك التيست بي سي ار، يعني ما بين في جنيف راه ما مانعينش علينا، سويسرا ما مانعينش علينا نجيو المغرب، راني جيت عادي يعني كيف دائما، غير هو الرجوع خصني ندير التيست بي سي ار. وبالنسبه للحالات راه ما قلال في المغرب، يعني فوالا شوفوا سولوا على راسكم، راه دابا المشكل ما نقدرش نقول لكم شي حاجه لان كل نهار كيتبدل. واش فهمتوا؟ انا فوالا خوتي خواتاتي، خصكم راه نشطت، دوزت واحد لا سواري واعره، والمغرب ما كاينش محسن من المغرب. يعني انا ما كنلقى راحتي الا مع الوالده ومع في دارنا، هذاك هو اللي كنلقى راحتي. كاينين شي وحدينات صيفطوا لي شي ميساجات، ما عرفتش علاش مش مربينش اولا ما كاملينش في التربيه اولا ما نعرف، والله ما عرفت. المهم بغيت هاد شي ميساجات، خليتي السويسري السويسري دار ليك، سيري يا اختي عيشي في شي عالم ثاني، لان انا السويسري فاش تلاقيت به راه عندي باسبور احمر، لحقاش راه كيباقي لحقاش ما عارفانيش. هكا تجي وكتهضري، فاش تبغي تهضري مع شي حد سيري شوفي الفيديوهات قبل وغتعرفي اشنو انا واش كنسوى. عباش نخلي السويسري ولا نخلي الامريكاني ولا الهندي، هذاك الشيء كيخصني غير انا. وحيدوا داك الشيء راه عيب اللي كتعيروا الناس وكتدخلوا سميتو، انا راه ما حاساش بك لان انا راه عايشه حياتي. والقافله تسير و وكملوها في التعليق اصحاباتي وحبابي وصحابي، كملوها في التعليق. المهم انا راني نشاط دوزت لا سواغي ديالي، ولكن كاينين شي وحدين اللي كيتحكوا بوحدهم. فهمت؟ الا بغيتو شي راجل سيرو قلبوا عليه، تمشي تقلبوا على رجاله تاع الناس، سيرو 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 قلبوا على شي حد مسالي ليكم. ما انا راه ما تقدش. المهم كملوا معايا وغادي نرجع نتحدث معاكم، كملوا الفيديو. البنات الاولاد معاكم مهدي الكازاوي اللي بغى نمرتو يقول لي هذا هو التريتور ديالنا. عرفتي شنو نقول لكم؟ واحد البسطيله، واحد البسطيله والصبيعات شنو يمشيو كتغناكلهم. ها هو السيد مهدي، هذا هو التريتور، هذا هو اللي دير لي حفله طلاقي. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحفظك. مرحبا حاجه
نتمنى البنات تكون عجباتكم والصواري ديالنا. راكم عارفين صحاب سويسرا وصحاب برا راه كيبغيو النشاط، فهمتوا كيبغيو النشاط. الوغ انا اشنو قلت ندير فيها مقلب الوالده ونشوف الرده ديال الفعل ديالها ونشوف واش راجلي عزيز عليها. حبابي خوتي راجلي راه عمري ما نفرقوا، كنموت على راجلي، كنموت عليها الوالده هي حدايا. مسكينه راه عيانه لان راه يلاه سالينا داك الشيء كيف قلت لكم دابا، راه يلاه سالينا دابا الليل. ايوا سمحوا لي اخوتي انا والله ما عرفت حتى حاجه، سمحوا لي نضحكوا ويلا والله الا عرفتي فشلتني والله الا فشلتني زعما واحد فشله، ولكن في الاخر على انا مسطر خليت تفرق مع راجلها ما بغيتش انا وعلى بنيتي تخلي وليداتها وتخلي بناتي كلهم ما نبغيوش يتفرقوا مع رجالتهم كلهم ما بغيوش يتفرقوا مع رجالتهم. كلوديو عزيز عليا الصراحه درويش عمرو ما قال شي كلمه العار، مع عمرو ما دوا فيا، مع عمرو ما هضر، مع عمرو الله يرضي عليه، ولكن تفرقي وليداتك جاتني عجب هاد المقلب ديال هاد الشيء اللي تيديروا هاد المقلب ديالهم شحال واعر تيجيبوه في سيت الصح والله الا جيبوه في سيت الصح. هاد التليفونات خدامين وقفي داك التليفون بعدا نكملو. ماما راه التليفونات راه ما تيزكاوش عليها. المهم راني قطعت دابا التليفون، حنا نكملو نكمل معاكم اخوتي خواتاتي. المهم البنات والولاد اللي قالوا لي اللي كانت كلمات ديالهم زوينه تنقول لكم هاك البوسه وي بيان سيغ راسلي عمري ما نفرقوا، ربت ولادي هذاك عمري ما نفرق راسلي انا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه موتي بالسم وليداتك هذاك والله يعمرها دار مسكينه. المهم البنات الاولاد هذا خليك تقولي بسلامه باش نهضر معاهم. اييه بسلامه عليكم الله يصبحكم على خير وسمحوا لينا بزاف. لا سمحوا لنا نزلنا ضحكناهم تحنا راه البنات صحباتي هذو راه كلشي بنات الاولاد. تخلع مسكين كان اللي عزيزه عليه تيا وداك لا لا راه عارفين شتي داك اللي كيعرفني عارفني انا وراجلي زعما نتفارقوا. والله الا شحال عندنا صحاب ماما راه باقا مدايره فهمتي عيطوا للناس عيطوا لي صحاباتي هادشي واش بصح؟ قلت لها ويلي والله ما عرفت واش بصح ولا بالعالي حتى قلت لها في الاخر عاد قالت لي لا. قلت لها نوضي شطحي قلت لها نوضي شطحي وردحي عاد غنضحك معاك ها؟ انا الثاني عاد دردك جيت دردك شحال من عام ما شطحت. راه كاع سولوا عليك رد عليا شحال فرحوا الدراري. الله الا شحال من عام ما شطحت. ايوا واش غنديروا الله يخلي لكم والديكم وفرشكم برضا وغطيكم برضا. امين امين. سير الله يرضي عليكم وتهلاو في راسكم. وين شتيت كزتي كتهضر زعما الانسان يكون مسلم يكون مزيان يكون اخلاق ديالو زينين. انسان مزيان يكون مسلم اللي تبغيه راسك تبغيه لخوك مسلم. لا لا ماما راه حقاش كاعيه حقاش شافت شي تعاليق شي بنات الله يستر خايبين. تعاليق بزاف وخايبين معتومه. واحد اللي خرج خايبين خرج زينه. شوفوا اللي هضر عليك خايب انا نقولها لكم حتى البنات انتم النصيحه الا وقاتله وقارحاه في قلبه سمعتي. لا لا راه هي الهضره وهذاك هو الهضره اللي كي هذوك اللعم. شوفوا ما تهضرش على الناس زوينين راكم عارفيني كنهضر على هذوك المسمومات القارحات هذوك اللي دايرين هذوك اللي دايرين هادوك هادوك عرفتو اللي وجههم داير هادوك اللي كيشوفو فيا دابا تيدوها هادوك غنقول لها تفرقعي راه انا كازاوية حرة معايا انا راه ما عموتي قلتي موتي في سمك. لا لا مي متحد ان شاء الله يكون الخير دابا كلشي بنادم. لا راه كاينين شي كلبات ماشي كاين ولكن وانا نقول لك انا شوف انا عارفي الضمير ديالي متيكلك صافي وانا عارفي ان البنات داكشي عندي انا نيشان انا اللي كنقولها فهمتو لان كاينين شي وحدات خطيره خصوصا في التيك توك وما نعاودش ليكم ما نعاودش ليكم شي كلمات كيقولوا بحال ما عرفت بحال واخده لها باها مزوجه لها باها ولا مزوجه لها راه راجلي راه 14 عام مسطيات هادو لحقاش راه ما مشي راه الا بغيتو تشوفوا سيروا دخلوا للتيك توك شوفوا التعاليق كيبانوا ولا مخليه التعاليق ليكم باش تشوفوهم ولا شوفوها في هذاك الفيديو تاع اللي قبل شوفوا التعاليق. قلت لكم راه شي وحدات راه غتقراو التعاليق باش غتفهموني. هذوك راه مرات. تيديروا شي حاجه بكتافهم. يلا البنات. تهلاو في راسكم والولاد يلا تصبحوا على خير احنا شوف كي دايرين مدقدقين شطحنا شطحنا وشبعنا بسطيح وضحك. تهلاو في راسكم تصبحوا على خير كنموت عليكم كنحبكم اختكم في الله نبيله من المغرب.